دلوقتي هنتكلم عن التشغيل بتاع الجهاز. اول حاجة عشان افتح الجهاز بتاعي ببدأ ادوس على الزرار بتاع الباور، دوسة طويلة شوية بيبدأ يظهر عندي ال 12 ليد زي ما احنا اتكلمنا، بيظهر عندي هنا الهارت ريت، بيظهر عندي انديكيشن للباتري وعندي الوقت والتاريخ. بعد كده هنا عندي السويتشات او البوتنز اللي انا بتحكم فيها، ان انا ادخل الداتا او ان انا اظبط السيتنج او برنت او كده. كل واحد فيهم بيبقى مكتوب عليه الوظيفة بتاعته، او زي ما احنا شايفين عندي من F1 لF4 كل واحد فيهم الفونكشن بتاعته بتبقى موجودة عندي في اخر الشاشة. الF1 بقدر اظبط من عليه السنسيتيفيتي، الF2 بظبط من عليه السبيد بتاعتي، الF3 عشان افتح الفلاتر بتاعتي. مهم جدا ان اتاكد ان التو فلترز بتوع الدرافت والتريمر مفتوحين عشان ما يبقاش عندي اي نويز في السيجنال. بعد كده الF4 بتاعتي عشان اتحكم فيه او اظبط السيتنج بتاعت البرينتينج، فمثلا عندي الاوتو 1 ان هو يطبع لي 1 باي 1، او الاوتو 3 هيطبع لي 3 وبعد كده 3 التانيين وهكذا، او ان انا اطبع الاول ليد مثلا معاه الرزم، او ان انا اطبع التلاتة ومعاهم الرزم، او ان انا اطبع الرزم بس. فانا بقدر اظبط او اغير اشوف على حسب انا عايزة اطبع ايه بالظبط من هنا. بعد كده عندي هنا الزرار بتاع المنيو عشان اظبط بعض السيتنج. عندي اول حاجة في عندي اليوزر انفورميشن، ان انا مثلا لو حابة ادخل الداتا بتاعت الدكتور فانا اقدر ادخل من 1 لحد 10 دكتورز. هنا عندي الميموري لو انا عايزة افتح الميموري اشوف الحاجات اللي موجودة على الميموري. البرينت اوت سيتنج زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنقدر نظبط اللينس مثلا، او اللي انا عايزة اعمل له برينتينج كم سكند مثلا، واظبط السيتنجز كلها بتاعت البرينت اوت. او الريزم سيتنج اقدر اظبط الريزم ليد، واقدر اظبط ايه الثريشولد بتاعي. بعد كده هنا عندي الليد سيستم طبعا الستاندرد بتاعنا، وبعد كده هنا عندي الاي سي جي اناليسيس ان انا اقدر اظبط لو انا حابه مثلا يظهر عندي في البرينتينج انتربريتيشن، هل هو عايزاه شورت، هل عايزاه لونج، او هل انا اصلا مش عايزه انتربريتيشن اساسا يظهر عندي. في هنا عندي سيتنجز تانية خاصة بان انا اظبط الوقت او التاريخ او البرايتنس مثلا بتاعت الجهاز وهكذا. هنا اقدر ادخل الداتا بتاعت البيشنت بتاعتي لو انا حابة ادخلها، اسمه والهايت والويت كل الداتا بتاعت البيشنت اقدر ادخلها عن طريق البيشنت داتا هنا.